حلو، لوج اوت بيخرج تمام، قشطه قوي كده، الادمن اشتغلت. انا بقى عايز ايه؟ اعرض له بقى لينكس مختلفه وراوتس مختلفه تمام. في طبعا في الراوتنج راوتنج وسب راوتنج، انا بس هخليه في الراوتنج العادي دلوقتي مؤقتا، امشي بنفس الاسلوب. انا دلوقتي لما ارجع بتاعت ال HTML بتاعت الاب مديول، اللي هي النافيجيشن، اللي انا اعتبرت ان دي النافيجيشن بتاعتنا كلنا، ماشي؟ كان اليو ال دي كلها من اولها لاخرها كانت بالنسبه لي تنفع مع اليوزرز العاديين، صح؟ اما الادمن لا، انا مفترض اطلع نافيجيشن ثانيه خالص مالهاش علاقه بالنافيجيشن دي. اعمل نافيجيشن ثانيه خالص مالهاش علاقه بالايه؟ بالنافيجيشن دي، صح؟ الهوم حاجه ثانيه، والقصه كل حاجه ثانيه، صح ولا ايه؟ فانا ممكن اعمل نفس الفكره، ان انا ببساطه اقول له والله لو اللي داخل ادمن طلع لي بقى المنيو اللي فيها كذا وكذا 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 والقصه بتاعتها، تمام؟ اما لو هو مش ادمن خليك زي ما انت، فاعرف هو يوزر عادي ولا هو ادمن، هو يوزر عادي ولا هو مين؟ ولا هو ادمن، فهمناها؟ فدي هتدخلنا في قصه بسيطه. المفترض انا هنا في الاب كومبوننت بتاعتي كنت بقول له هو يوزر اوثنتيكيتد ولا مش اوثنتيكيتد، بعرف من خلال التوكن بس. لكن هل هو ادمن او مش ادمن، انا خلاص فقدت الموضوع ده، صح ولا مش معايا؟ محدش معايا. انا بقول انا اعرف لو في توكن يبقى هو في يوزر عامل لوجن، لو مفيش توكن يبقى مفيش يوزر عامل لوجن، صح؟ لكن هل انا اقدر اعرف هو ادمن ولا مش ادمن؟ ما اقدرش. ما هو بالنسبه لي اللوكال ستورج دلوقتي مش موجود فيه غير التوكن بس، مش عارف، لان احنا ما خزناش في لوكال ستورج هو اليوزر داخل يوزر نيم اسمه ايه. كنا ممكن نخزن في اللوكال ستورج على فكره برضه، ممكن وارد يعني، ممكن احنا بنعمل لوجن، لو رجعنا لللوجن تي اس تاني نحل الحل البسيط، ان انا برضه اخزن جوه، احنا في اللوجن اهو كنا بنعمل ايه؟ كنا بنخزن في اللوكال ستورج، فين اللي كنا بنخزن فيها اهو، كنا بنعمل لوكال ستورج وسجل التوكن، صح؟ كنا بنسجل التوكن، سيت ايتم التوكن ولا لا؟ ممكن ناخد الحل البسيط، اعمل كابي كده واقوم قايل له ماشي يا عمي، وبرده سجل لي اليوزر نيم بعد اذنك عشان ابقى عارف مين اليوزر نيم اللي داخل، صح؟ وده مش هيجيبه من الريسبونس، هو انا اصلا عندي فاريبل اسمه يوزر نيم فوق. فكده اهو بالطريقه دي لما يجي يعمل لوجن صح هيبقى عندي توكن وعندي يوزر نيم، صح؟ ولما يجي يعمل لوج اوت، يخرج، كنا بنشيل التوكن، صح؟ في اللوج اوت هقول له لا، شيل التوكن وشيل معاها مين؟ وشيل معاها اليوزر نيم، وبالطريقه دي انا معايا اليوزر نيم اقدر اعرف هو ادمن ولا مش ادمن، ماشي؟ لان اليوزر نيم بقى متسجل معايا زي التوكن. وفي الحاله دي لو انا رجعت بقى هنا في الاب كومبوننت، انا قلت له يوزر اوثنتيكيتد ولا لا، صح؟ هل اليوزر ادمن؟ هقول له روح على اللوكال ستورج، صح؟ دوت جيت ايتم اللي اسمه ايه؟ يوزر نيم، وشوفوا بيساوي ادمن ولا لا. ممكن نسميها يوزر، المفروض تبقى اسمها از ادمن. از ادمن هقول له روح على لوكال سورس جيت ايتم اسمه يوزر نيم وشوف هو بيساوي ادمن ولا لا. لو بيساوي ادمن هيرجع ايه؟ هتبقى از ادمن بتساوي ايه؟ ترو، صح؟ لو مش بيساوي ادمن هيخلي از ادمن بتساوي ايه؟ فولس.
وكده بقى معايا فاريبل جميل يقدر يعرفني اليوزر اللي داخل دلوقتي ده ادمن ولا مش ادمن، وبناء عليه انا هعرض الايه النافيجيشن بار بتاعتي صح ولا لا. النافيجيشن دي كلها انا اقدر اعرضها، فانا ممكن ببساطه اقول له هعمل ديفاي يبقى انا احط فيها كل اليو اي بتاع اليوزرز العاديين، واديها اي دي مثلا اقول له يوزر ماشي، واعمل ديفاي ثانيه خالص ده حل طبعا بسيط، بحاول اعمل حاجه بسيطه واقول له هنا الاي دي ادمن نافيجيشن تمام كده. يبقى انا هيبقى عندي ايه اتنين يو ال، واحده بتاعت اليوزر نافيجيشن وواحده بتاعت الادمن نافيجيشن. طب بناء على ايه؟ على جمله اف صح؟ هقول له ان جي اف لو از ادمن مال ايه؟ لو نوت از ادمن، لو مش ادمن هتعرض لي الدفايه دي صح؟ صح ولا ايه؟ لو مش ادمن هتعرض اليوزر نافيجيشن. وإلس هيعمل ايه لو إلس؟ هروح اقول له اعرض لي حاجه اسمها ادمن نافيجيشن صح؟ يبقى دي لازم تبقى واخده انجلر، يبقى لازم اكون عامل لها هاش ادمن نافيجيشن نشوف. يبقى لو از نوت نعم بحط اسم الحاجه اللي انا عايزها تشتغل الاسم بس تمام كده. لو مش ادمن هيشغل الايه؟ هيشغل اليو ال دي. طب لو ادمن هيروح يشغل الديفاي دي. طب الديفاي دي فيها حاجه؟ ما فيهاش حاجه مؤقته، لكن ممكن اخد الايه؟ اخد مدي ايه؟ كابي صح؟ واعمل بيست واغير بس، يعني اخلي الهوم واشيل الساين اب والكلام ده ماشي؟ واخلي اللي هي اللينك بتاعت اللوج اوت بس، يعني الهوم واللوج اوت ماشي؟ اخلي له الهوم والايه؟ طبعا الهوم هتتشال برضه الهوم، بس الهوم دي هتبقى هوم غير الهوم، يعني فهمني؟ الهوم دي غير الهوم بتاعت مين؟ اللي هو خاصه بالادمن، اللي هو خاصه بالادمن، بس خلينا مبدئيا بس عشان نبقى شايفينها يعني. حتى ممكن اخليها ادمن بس دلوقتي. ادمن بيج، ماشي عشان بس نفرق بعينينا بس. وتعالى نشوف الدنيا هتشتغل معانا ازاي. رجعت. اولا قال لي هوم وساين اب ولوجن وطلع لي ادمن بيج ولوج اوت. يعني طلع لي كل حاجه. يعني ودي غلط طبعا. ليه يا عم؟ قلت له انت ايه؟ انت التمبلت انت بعتني على اتش ام ال ديفاي سوري. احنا طبعا احنا قلنا له ايه؟ از ادمن الس يروح على ادمن نافيجيشن صح؟ بس انا ادمن نافيجيشن ديفاي، واحنا قلنا ما بنعملهاش ديفاي، بنعملها حاجه اسمها ان جي تمبلت صح؟ اقول له ان جي ايه؟ تمبلت رمى هتروح على حاجه ايه؟ على حاجه ايوه ان جي تمبلت زي ما عملناها في اللوجن لو تفتكروا. يعني لو رحنا للوجن كده الاتش ام ال بتاع اللوجن، لا في الـ هي زي في نفس الصفحه بس في اليو ال كنا عاملين له ايه؟ اهي الاوس والادتور واللوزر اوثنتيكيتد بتساوي نل، كنا بنشغل دول الس كنا بنشغل الاوس صح؟ الاوس كانت ايه؟ كانت ايه؟ ان جي تمبلت. نفس الكلام الالس هيبقى بتودينا على ادمن نافيجيشن بس تكون ان جي ايه؟ يعني انجلر تمبلت. قال لي هوم وساين اب ولوجن. قلت له حلو. وريني كده الابلكيشن. قال لي الفاضيه. قلت له حلو. تعال نجرب الاول احمد عمر ماشي اليوزر عادي لوجن هوم ولوج اوت والهوم وركس. اليوزر العادي 100 ورمى التوكن ورمى مين؟ حلو. دوس لوج اوت مسح التوكن واليوزر نيم وطلعني بره كده اليوزر العادي ماشي حلو. لوجن بقى على ادمن وعملت لوجن
باسورد غلط ادمن 1 2 3 وعملت لوجن، قال لي ايه ادمن وركس وطلع لي هنا ادمن بيج وطلع اللوج اوت. كده بقت اللوجن بتشتغل معايا ان هي بتمانج مين الادمن، ايه بقت السي بانل بتاعت الادمن. تمام، فانا بنقل للسي بانل بتاعت الادمن بنافيجيشن بار مختلف، وهنبدا نشوف هنعمل ايه. طبعا في حته بس سكيورتي كده اناقشها بس ببساطه. طبعا الكود اللي احنا كاتبينه ده فرونت اند، وبما انه فرونت اند يعني في ناس تقدر توصل يشوف اللي احنا عملناه، فهو بيشيك عليا على كلمه ادمن، فطبعا فيها لعب كتير. وممكن واحد مثلا ذكي او واحد خبيث، اسف لان الخبث غير الذكاء، انا لو قلت ايه عملت كده احمد عمر بس عملت لوجن دخل صح. طب لو انا جيت عملت احمد عمر كده بيدوي وقمت كاتب كده ادمن ورجعت عملت البيج ريفريش، معقول دخلنا على ادمن؟ طبعا دي كارثه طبعا، صح ولا ايه؟ طبعا دي حته هاكينج كده بس. ايه؟ لا انا ده ولا حاجه، العمليه سهله لان طبعا الكود ده اصلا بيتقفش، يعني الكود ده اصلا يعني الكود اللي احنا كاتبينه في الفرونت اند كله بيتفهم، فهو لو مشي ورا الكود هيلاقي ان يعني في السورس ودخل في الاكواد اللي هنا دي كلها هيلاقي اللي احنا كاتبينه كل الافكار اللي احنا حاطينها موجوده، فاهمني؟ فطالما هيلاقي الافكار اللي احنا حاطينها موجوده في الجي اس اللي موجوده كلها هتبقى كارثه لو قعد يتتبعها وفهم ان احنا بنقرا من الايه؟ من الـ من الـ من الـ هنا من الاستورج، فهيقلب نفسه يكتب كلمه ادمن هوب يخش، هيخش. بس طبعا احنا المفترض نعمل ايه؟ البسيط بقى عشان نقفشه، هي الصفحه دي اول ما بتقوم ما تبقاش مطمنه قوي للبيانات اليوزر نيم والتوكن اللي هنا، ما تبقاش مطمنه قوي، لا لازم تبعت للسيرفر في الباك اند، والباك اند تقول لها ايوه ولا لا. فهمتوا الفكره؟ رغم ان هنا عندي يوزر نيم وعندي توكن وسلام، اقول له ابعت بقى للايه؟ ابعت للباك اند التوكن ده، وهي ترد عليها تقول التوكن ده سليم وبتاع الادمن ولا مش بتاع الادمن؟ وبناء عليه انا اخد ايه؟ اخد اكشن. فهمتوني؟ وبناء عليه الباك اند تاخد اكشن.